السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في لو ماسترز تشالنج. تحدي مارس غادي يجمعنا اليوم الحصه السابعه. الوغ بالنسبه للحصه السابعه غادي نشتغلوا على تقويه العضلات في اربعه التمارين الاولى. اربعه التمارين الثانيه غادي نشتغلوا على قدره ديالنا ديال التحمل. بالنسبه للتمارين كما العاده، التمرين الاول التمرين الثامن غادي نشتغلوا على ان سيركي ترينينغ. ملي غادي نساليو هذا السيركي ترينينغ غادي نكررو جوج ديال التكرار بالنسبه للناس اللي هما متمرسين، بالنسبه للناس اللي هما مبتدئين ثلاثه، بالنسبه للناس اللي متمرسين اربعه المرات نكررو السيركي ترينينغ بالنسبه للناس اللي هما رياضيين. خلال اليومين اللي فاتوا جاوني بعض الاسئله، اختاريت اليوم انني نجاوبكم على السؤال. السؤال اللي جاني حول الازعاج ديال بعض الجيران ديالنا خلال قيام التمارين الرياضيه. فملي بدينا تنشتغلوا على قدره ديال التحمل، فبدينا كنديروا دي زيكزارسيس اللي فيهم شي شويه ديال الموفمون. الوغ هنا عندي جوج ديال النصائح بالنسبه للناس اللي عندهم جيران واللي ما يقدروش انهم يشتغلوا باريحيه. فالنصيحة الأولى هي أننا دائما نقوم بالتمارين ديالنا في واحد المكان اللي يكون شوية خاوي. إذا كنا عندنا واحد الفضاء اللي هو في البيت ديالنا اللي يكون انتغاس ولا يكون خارج شي شوية على المنطقة اللي نقدروا نزعجوا فيها الناس، ما كاين مشكل، نمشيو نقوموا بالتمارين ديالنا في هذا المكان. بالنسبة للنصيحة الثانية هو أننا نختاروا مدى واحد الأوقات اللي يكونوا الناس فيها فايقين باش نقوموا بالتمارين. بالنسبة للتمارين ديال اليوم ما غاديش نحتاجو شي حاجة كثيرة. المعدات اللي غتكون عندنا في البيت، كرسي واحد غطاء، هما اللي غادي نشتغلو بهم خلال الحصة ديالنا كاملة. بالنسبة للتمرين الأول غادي نشتغلو على عضلات البطن، تقوية عضلات البطن غادي نشتغلو بها على الشكل التالي. ألوغ غادي نحطو البيست ديالنا، الكور ديالنا غادي يكون نازل في السول، وغادي نديرو لي دو مان لي دو بغا ديالنا يكونو باراليل، وغادي نهزو لي دو جون. Les deux jambes nous à 90 degrés. Alors, maintenant, nous allons à la coordination. On aligne la jambe gauche et le bras droit. Et ensuite, la jambe droite et le bras gauche. Voilà. Donc, c'est bien, nous allons à la chaîne de la ligne. Alors, maintenant, nous allons à le bras direct. On aligne la botte. Ensuite, la jambe opposée. Donc, pendant une seconde, on a un tour là. Voilà, on fait l'idée 90 degrés. On met la ligne le sens opposé. On va mettre le bras gauche, on va mettre la jambe droite. Voilà, et ainsi de suite. On va mettre le bras gauche, on va mettre la jambe droite. On va mettre عشرات مرات في كل جون بالنسبة للناس اللي هما متمرسين، و 15 مرة بالنسبة للرياضيين اللي هما متمرسين. 15 فوا شاك جون بالنسبة للناس اللي هما رياضيين. بالنسبة للتمرين الثاني غادي نشتغلوا على عضلات الضياع. ألوغ التمرين وسهل للغاية، حاولوا نكرروا 10 مرات بالنسبة للمبتدئين، 15 بالنسبة للمتمرسين، 20 مرة بالنسبة للرياضيين. ما نساوش دائما أن عندنا واحد الفترة اللي غادي نسترجعوا فيها هي 30 ثانية ما بين تمرين وتمرين. يعني إذا قمنا بالتمرين الأول 30 ثانية بالراحة عاد نبداو التمرين الثاني. بالنسبة للتمرين الثاني غادي نحطوا الأيادي ديالنا مور الأذن ديالنا. ألوغ هذا تمرين سهل، غنحطو الحوض ديالنا الباسان يكون محطوط على الارض، بالنسبة لي بيي ديالنا ميكونوش كيتحركو، دونك درنا لي بيي فيكس في هذا التمرين. الوغ لوبجيكتيف ديال التمرين هو اننا غادي نهزو الظهر ديالنا ونعاود نزلو، هوب، دونك تنطلعو تنزلو تنشتغلو على الظهر ديالنا باش تنقويو عضلات ديال الظهر. بالنسبة للتمرين الثالث غادي نشتغلوا على البلان أو الكيناج. ألوغ بالنسبة لهذا التمرين 15 ثانية غادي نحاولوا أننا نشدوا العضلات ديال البطن وديال المؤخرة ديالنا، 30 ثانية بالنسبة للناس اللي متمرسين، 45 ثانية بالنسبة للناس اللي هما رياضيين. ألوغ أنا تنأكد على أن ضروري خلال هذا التمرين أننا نشدوا عضلات البطن ديالنا، عضلات ديال المؤخرة ديالنا، والحوض ديالنا اللي هو الباسان يكون بيان الونج. فوالا، دونك هذا التمرين غادي نديروا البلان ولكن أفيك لي بغا ديالنا غادي يكونوا فوال، وغادي نحاولوا نديروا أون فاريونس، يعني واحد التغيير على لو بلان اللي كنا ديجا اشتغلنا عليه بهذه الطريقة. غادي نحاولوا اننا نحركوا لا جون كوش، نحاولوا نغطوها، اونسويت جون دوات
نحاول نردوها جنب غوش جنب دوال جنب غوش جنب دوال ترين رابع غادي تسبب اشياء غادي تقصح شي شويه بالنسبه للرياضيين ديالنا. الو هذا التمرين غادي نشتغلوا على رابط الصدر، ولهذا غادي نحتاجوا ان يكون عندنا واحد الكرسي في البيت. الو التمرين هو على الشكل التالي، سهل للغايه. غادي نطلب منكم ان ثلاثه ديال الاصابع ديالكم انكم تحطوها على الكرسي ياك. غادي نبداو اذا بهذا لا جامب غوش، نحاول نشتغلوا على رمله الساق ديال الجهه اليسرى ديالنا، نحاولوا ان البوست ديالنا يكون واقف، الحوض ديالنا يكون واقف. انا نطلعوا ثانيه ونزلوا ثانيه، نوقفوا على لا بوينت باش كنشتغلوا على لو مولي. دونك لو مولي بالنسبه للتكرار في هذا التمرين الرابع ديالنا اللي هو على ربله الساق، غادي نشتغلوا 15 مره بالنسبه للمبتدئين، 25 مره بالنسبه للمتمرسين، و 30 مره بالنسبه للرياضيين. بالنسبه للتمرين الخامس غادي نبداو نشتغلوا على قدره التحمل ديالنا. بالنسبه لهذا التمرين انا غادي ننصحكم باش اننا نبداو نشتغلوا بواحد لو ريتم اللي يكون شويه بطيء، ونبقاو غاديين في التمرين ديالنا وكنطلعوا من لو ريتم هذا. دونك بالنسبه للتمرين الاول ديالنا على قدره التحمل في هذه الحصه. الو بالنسبه لهذا التمرين غادي نطلب منكم ان اليمان ديالنا يكونوا مور الاذن ديالنا، وان الكود يكون دائما خارج. الو غادي نحاولوا ايغالمون اننا نسدو لي بي دونك غادي يكونوا جوان، وغادي نبداو التمرين. الو التمرين هو على الشكل التالي، غادي نحاولوا اننا نديروا ان سو، دونك غادي نفتحوا رجلينا نعاودوا نركضوا ان سو طب بالنسبه للتمرين السادس غادي نستمروا دائما في الاشتغال على قدره التحمل ديالنا. هذا التمرين غادي يكون عندنا لو موفمون ديال لو دو كور بنفس الطريقه، فغادي نحاولوا اننا نحطوا الايادي ديالنا مور الاذن ديالنا، واذا كان شويه صعيب ما فيها باس اننا نحطوا يدينا مور الراس ديالنا. بالنسبه للتكرار غادي نكونوا مشغلين على 20 ثانيه بالنسبه للمبتدئين، 30 ثانيه بالنسبه للمتمرسين، و 40 ثانيه بالنسبه للرياضيين. اذا التمرين غادي يكون فيه دي مونتي دو جنو، يعني اننا غادي نحاولوا نطلعوا لو جنو ديالنا، ولكن ما بغيتكمش انكم تطلعوا لو جنو بزاف، يعني الناس تطلع لو جنو غير شويه. الاهم هو ان تكون واحد الديناميكيه في الاشتغال في هذا التمرين. الو التمرين على الشكل التالي، غادي نبداو يعني الهدف هو اننا نبداو بواحد لو ريتم يكون شويه بطيء، ومن بعد اننا نزيدو في السرعه ديال التمرين. بالنسبه للتمرين السابع غادي نحتاجو واحد قرعه ديال الماء غنشتغلو بها. الكرسي اللي كنا خدامين به من قبل غادي نقدرو نكملو العمل ديالنا بنفس الكرسي. الو هذا التمرين وغادي نقوي به العضله ديال الكتف. الو التمرين هو على الشكل التالي، غادي نحاول انني جي اركي هاد لي جنو ديالي، يعني انني نحاول غادي ننزل شي شويه لو كور، نفتح رجليا، و اون ميم طون غادي نحط يد على الكرسي، وغادي نحاول انني نطلع لا بوتي قرعه الماء، نحاول نطلعها ونخلي يدي واحد الثانيه، نحاول نجيبها عاوتاني. الوغ اون سكوند ضروري انني نخليها ثانيه ونحاول نهبط. الوغ بالنسبه للتكرار 10 مرات بالنسبة للمبتدئين، 15 مرة بالنسبة للمتمرسين، و 20 مرة بالنسبة للرياضيين، وفيما بعد نقوموا بنفس التمرين ولكن باليد الأخرى، يعني إذا قمنا بالجهة اليسرى نقوموا بالجهة اليمنى فيما بعد. وصلنا للتمرين الثامن ديالنا، خليت لكم هذا التمرين اللي قبل باش أنكم ترتاحوا شوية. بعد ما استرجعتوا إذا غادي نعودوا أننا نخدموا على قدرة التحمل ديالنا. الو وجدوا نفوسنا لهذا التمرين، هذا التمرين غنحاولوا نقيسوا للسول ونفتحوا رجلينا. الو التمرين هو على الشكل التالي، دونك الكور ديالنا واقفين، غادي نحل لي جامب ديالي، غادي نقيس للسول ونعاود نطلع، نعاود نفتح عاوتاني لي جامب، نقيس ونعاود نطلع. بالنسبة للتكرار التمرين الثامن غادي ننصحكم انكم ديروا 15 ثانية بالنسبة للمبتدئين، 20 ثانية بالنسبة للمتمرسين، 30 ثانية بالنسبة للرياضيين. أصدقائي الرياضيين وصلنا إلى النهاية ديال هذه الحصة،
الحصة السابعة من الماكسي تشالنج جمعتنا اليوم اشتغلنا فيها كيف قلنا في الأول على تقوية العضلات وأيضا على قدرة ديالنا ديال التحمل. إذا نذكر بأن الاسترجاع هذا 30 ثانية ما بين تمرين وتمرين، 3 دقائق ما بين شاك سيركوي تريننغ. من كل التمرين التمرين ديالنا ناخذ 3 دقائق ديال الراحة ونستبدلوا هذا الوقت باش أننا ناخذ شوية ديال الماء نشربوا ونرتاحوا. فوالا أصدقائي الرياضيين، لقاءنا الجدد إن شاء الله خلال هذا الأسبوع باش نعاود نشتغلوا على قدرة التحمل ديالنا. خليكم ديوركم، ارتاحوا، ميو عائلتكم، حميو ريوسكم.